مشاهدينا الكرام، نكمل الحرة الليلة من العراق الذي تتواصل فيه تفاعلات الأزمة السياسية من دون الوصول إلى مخرج، ولعل جديدها ما أعلنه مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن زيارة مرتقبة لرئيس الإقليم نجرفان بارزاني إلى بغداد ونجف لطرح مبادرة سياسية من زعيم الحزب مسعود البارزاني. وتأتي هذه المبادرة في أعقاب دعوة وزير الصدر صالح محمد العراقي إلى ما وصفه بعراق جديد لا تبعية فيه ولا ميليشيات ولا فساد ولا حتى أحزابا مجربة كما قال. وفي وقت سابق اشترط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر توقيعه اتفاقية لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد بعدم اشتراك الأحزاب في الانتخابات المقبلة وأن تتخلى عن مناصبها الحكومية للسماح بحل الأزمة السياسية في البلاد. فهل تنجح زيارة رئيس إقليم كردستان لبغداد والنجف في تقريب وجهات النظر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي؟ وكيف لها وقف التصعيد في الشارع وما انعكاسات الزيارة على دعوة الصدر لعدم إشراك الأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة؟ نحن في هذه اللحظة بأزمة سياسية وصراع بين أخوة الوطن الواحد. تصاعدت نبرة التحذير من استمرار تأزم الوضع السياسي في العراق، تحذيرات من أعلى سلم السلطة في البلاد ممثلة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الوزراء بالتأكيد على الحوار والتحذير من تأثير الظرف السياسي الحالي على حياة المواطنين. فقد أكد رئيس الجمهورية المنتهي ولايته برهم صالح خلال حضوره المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة من أن البلاد تمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة. إن حماية شعبنا وبلدنا يتطلب منا رص الصف الوطني والتكاتف والانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف، عوضا عن التصعيد والتصادم والتناحر لا سمح الله، حيث أن الجميع سيكون خاسرا فيه. رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي أكد من جانبه أن العراقيين يدركون أن من يخوض الاختلاف السياسي من الطبيعي أن يحمل الآخرين المسؤولية ولا يحملها لنفسه، مؤكدا أن على الجميع التوصل إلى حلول بعيدا عن لغة التخوين والتسقيط. العراقيون في كل مكان يدركون أن من يخوض الاختلاف السياسي من الطبيعي أن يحمل الآخرين المسؤولية ولا يحملها لنفسه، ولهذا أقول أن الجميع يتحمل المسؤولية عن التوصل إلى الحلول الممكنة لهذه الأزمة بعيداً عن لغة التخوين والتسقيط والاتهامات والتشكيك. رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حذر من استمرار وضع البلاد بحال التأزم الحالي، مطالباً القيادات والقوى السياسية إلى إيقاف عملية تعطيل المؤسسات والدستور العراقي. لا يمكن أن يستمر وضع البلد في هذه الحالة، يجب أن تتصدى القوى السياسية جميعاً بقياداتها برئاساتها بكل فعالياتها السياسية إلى عملية إيقاف وتعطيل مؤسسات الدولة الدستورية وتعطيل الدستور العراقي. كلمة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في المؤتمر أشارت إلى أن الانتخابات المبكرة خيار قابل للمناقشة وأن تعقيدات الساحة واختلال التوازنات السياسية أزمات أخذت ما أخذها من البلاد وأن المواطنين يترقبون نهاية الانسداد السياسي. يبقى المشهد السياسي في البلاد معلقا ودون انفراج وسط تحذيرات من الصدام ونداءات بالتهدئة وانتهاج الحوار طريقا للحل وعدم الانجرار إلى مواجهة بين الخصوم لا تعرف نتائجها ولا انعكاساتها على البلاد. للمزيد حول آخر تطورات المشهد العراقي ينضم إلينا من بغداد كل من سيد جاشع محمد التميمي الباحث في الشأن السياسي وعقيل الرديني المتحدث باسم ائتلاف النصر، وكذلك ينضم إلينا من أربيل السيد محمد زنجنة الباحث السياسي. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ معك من أربيل السيد محمد زنجنة، يعني إلى أي حد تعاولون على هذه الزيارة لرئيس إقليم كردستان لكل من بغداد والنجف في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، وأقصد هنا على وجه التحديد التيار الصدري والإطار التنسيقي؟
نعم مساء الخير، تحية لكم وللضيوف الكرام وكل المشاهدين والزملاء. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي يبادر بها رئيس أقليم كردستان لهذا الموضوع، وخصوصا أن هذه المبادرة هي تكملة للمبادرة السابقة للرئيس مسعود بارزاني، وزيارة الرئيس نيتشيربان بارزاني إلى كل من بغداد والنجف هي بطلب وبإشراف الرئيس مسعود بارزاني. إذن هذه الزيارة تأتي من خلال قوة، من خلال موقع قوة. ثانيا هذه الزيارة من الممكن أن نقول بأنها على صفتين، أولا بصفة رئيس أقليم كردستان لمناقشة ما يتعلق بالخلافات السياسية والخلافات الموجودة بين الأقليم وبغداد في الكثير من الأمور التي تتعلق بمسائل دستورية يجب حلها عاجلا أم آجلا. ثانيا الرئيس نيتشيربان بارزاني هو نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، فهو من الطبيعي جدا أن يكون ممثلا عن الرئيس مسعود بارزاني حيال هذا الموضوع. نجاح أو عدم نجاح هذه المبادرة يعتمد على الطرفين المتخاصمين في هذه المسألة. طبعا هناك الكثير من الضغوطات التي يعيشها العراق في الوقت الحالي، هناك اعتصامات، هناك مظاهرات، هناك تمسك بالمواقف بين الجانبين التيار الصدري والإطار التنسيقي، ولكن نعول في هذه الزيارة على الحكماء في الطرفين لحلحلة هذه المواضيع. نعم الحزب الديمقراطي الكردستاني يتمتع بالكثير من العلاقات الطيبة مع التيار الصدري ومع أحزاب الإطار التنسيقي، وهناك الكثير من المشتركات التي تجمع كافة الأطراف. نعول على هذه المشتركات، نعول على الكثير من المسائل التي من الممكن أن تقرب البعيد والتي من الممكن أن تذيب الجليد بين الأطراف السياسية المتخاصمة. إذن النقطة الأهم في هذا الموضوع هو تفهم الطرفين المتخاصمين حيال هذا الموضوع، ومسؤولية إقليم كردستان لدرء المخاطر عن كافة أنحاء العراق ووجود عملية سياسية على أساس الدستور. نعم طرفين إذن يعني متخاصمين هنا. يعني سيد مجاشع، برأيك في بغداد هل هناك يعني من يجد في هذه الزيارة لرئيس إقليم كردستان ما يدعو بالفعل لهذا أو يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في بغداد؟ نعم شكرا جزيلا لكم ولضيفيك الكريمين وجمهوركم الكريم. بالتأكيد يعني أي مبادرة تصدر من يعني السيد مسعود بارزاني هي تحظى باحترام وتقدير يعني جميع الأطراف السياسية، حتى وإن كانت هناك بعض القطيعة التي حصلت بين القوى الإطار التنسيقي والسيد مسعود بارزاني بعد انضمام السيد مسعود بارزاني إلى التحالف الثلاثي، ولكن عموما هي مبادرة مرحب بها، وإن كانت لحد هذه اللحظة لم يصدر شيئا رسميا على هذه المبادرة، لكن بالتأكيد واضح جدا أن هذه المبادرة كما تحدث السيد زنقل هي استكمالا، وهي استكمال للمباحثات التي أجريت مع السيدة جينيه بلاسقات وربما بعض الأطراف من داخل الإطار التنسيقي والمتمثل بالسيد هادي العامري الذي زار يعني الأربيل في وقت سابق. عموما كل مبادرة تصدر من السيد مسعود بارزاني ستحظى، وفيها يعني بالتأكيد سيكون يعني هناك دورا ضامنا باعتبار ان السيد مسعود بارزاني يعني شخصية كبيرة ومحترمة، لكن الأهم ان يجب ان يعني تكون هذه المبادرة يعني مبادرة ربما تكون واقعية، لان السيد مقتدى الصدر سوف لن يتنازل ويعود مرة ثانية الى الصفقات. لهذا انا اتوقع ان هذه المبادرة مختلفة تماما، لان كل المبادرات السابقة كانت اشبه برؤيه بعض القوى السياسيه لحل الازمه، لكن بهذا الحجم بمبادره تصدر من السيد مسعود بارزاني يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار ان السيد يعني السيد الصدر لا يمكن ان يتراجع عن مشروعه الاصلاحي وتحديد وتغيير النظام السياسي في العراق. نعم، بانتقالك السيد روديني، هل انت متفائل بهذه المبادره من بارزاني لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين في العراق بهذه الزياره الى بغداد والنجف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم وتحية لضيفيك العزيزين وجمهور قناتكم الكريمة. يعني لا شك يعني هذه المبادرة ومبادرات أخرى تتماشى والوضع السياسي في العراق اليوم، باعتبار اليوم هنالك انسداد سياسي وهناك اختلافات في وجهات النظر، فيجب على جميع الفرقاء السياسيين أن يتدخلوا من أجل الوصول إلى حلول مشتركة ناجعة لحل الأزمة السياسية الخانقة في العراق. كذلك نحن في ائتلاف النصر كان لدينا مبادرة في حزيران الماضي، وهي تتماشى مع ما طرحه السيد رئيس الوزراء من مبادرة، وجمعت الأطراف والفرقاء السياسيين إلى طاولة الحوار وتخلف عنها الأخوة في التيار الصدري. لذلك نحن نعتقد أنه لا حل لأزمتنا السياسية
ولا حل لاختلافات في وجهات النظر اتجاه العملية السياسية وإدارة الدولة العراقية للمرحلة القادمة إلا من خلال الركون والجلوس على طاولة الحوار، لا بديل عن الحوار. لذلك أعتقد جميع المبادرات تقريبا تتماشى وبنفس الروحية وبنفس الفقرات، وهي أن تكون هنالك مثل ما ذكرت مبادرتنا أن تكون هنالك حكومة انتقالية، وخلال هذه الفترة اللي يتم الاتفاق عليها أن يكون هنالك التعديل لبعض فقرات قانون الانتخابات، كذلك المفوضية. وبالتالي نحن نعتقد أن يجب أن تكون حزمة الإصلاحات تكون بمرحلتين. لا. يعني هذا أس الموضوع. الأس الأول يجب علينا أن نتفق جميعا على حوار وأن نشكل الحكومة وأن نمضي بالدرجة الأولى، والمرحلة الثانية يجب أن نتفق على الإصلاح العملية السياسية. اليوم الجمهور العراقي غير راضي مثلا عن الإداء السياسي، المرجعية الدينية غير راضي عن الإداء السياسي، وبالتالي حتى هم السياسيين غير راضين عن الإداء السياسي. فإذا يجب أن نتفق على مشروع جديد ينقذ العملية السياسية، وهذا يكون باتفاق الأطراف اللي داخلين، باعتبار اليوم نظامنا نحن نظام ديمقراطي. فيجب أن يتفق جميع الأحزاب اللي موجودة في السلطة على يعني المرحلة القادمة من حيث المبدأ، وبالتالي الدخول في التفاصيل في مرحلة لاحقة. نعم. يعني على ذكر يعني مشروع جديد والإصلاح، يعني كانت هناك مبادرة وما زالت لزعيم التيار الصدري تقول وتشترط بتخلي الأحزاب السياسية عن مناصبها وعدم مشاركتها في الانتخابات المقبلة. هنا أوجه سؤالي مرة أخرى للسيد زنجنا من أربيل، يعني برأيك مثل هذه الزيارة لرئيس إقليم كردستان كيف يمكن أن تنعكس على هذه المبادرة للصدر؟ نعم، طبعا ما تفضل به السيد الصدر لم يكن إلا رد فعل على الوضع السيء الذي يعيش فيه العراق اليوم. الأطراف الثلاثة كانت ماضية في تشكيل الحكومة وفي انتخاب رئيس الجمهورية، الخطوات التي أتت عرقلت هذا الموضوع. نحن لن نناقش هذه المسألة إن كانت صائبة أم خاطئة، لكن هذه المسألة عرقلت تشكيل الحكومة وعرقلت الاستحقاقات الدستورية، إلا أننا يجب أن نبحث عن الحل الآن. نعم، هناك أحزاب كثيرة تورطت في ملفات فساد كثيرة وكبيرة، يعني حتى عام 2003 ملفات الفساد في العراق لم تكن تتجاوز ال 30 مليون دولار. اليوم كل مؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية فيها أكثر من 40 أو 50 مليون للفساد في مؤسسات ودوائر الدولة العراقية. إذا مسألة المطالبة ب يعني إقصاء الأحزاب السياسية للمشاركة في العملية السياسية هذه تحتاج إلى ضوابط. من الممكن أن تكون هناك ضوابط قانونية دستورية، وهناك فعلا ضوابط قانونية دستورية تحدد مسألة المشاركة للأحزاب والأطراف السياسية، وهناك شروط كثيرة، وهناك الكثير من النقاط التي تنطبق على كل الطبقة السياسية. ولكن السيد الصدر لم يطالب بإقصاء كافة الأحزاب السياسية، هو طالب بإقصاء بعضها. وهنا أنا أجزم بأنه يوجه هذه السهام بالدرجة الأساس إلى دولة القانون وإلى السيد المالكي بالدرجة الأساس لإقصائه من العملية السياسية. هذه قراءتي الشخصية، ولكن أنا أعتقد أن التهدئة في هذه الفترة سوف تكون من خلال هذه المبادرة. نعم، لم يحدد ذلك يعني ما قصدته. طيب هنا اسمح لي بالعودة للسيد رديني فيما يتعلق بهذه المبادرة الصدرية. لم يحدد ذلك. نعم. بثواني أكمل الفكرة أستاذ. بثواني أكمل الفكرة. الجميع يعول على هذه الزيارة لتهدئة الأوضاع، لأن بكل صراحة الإقصاء الكامل والتام لكل الأحزاب السياسية في هذه الفترة من الممكن أن يكون بالأمر الشبه المستحيل. نعم. سيد رديني، يعني برأيك إلى أي حد هذه المبادرة للصدر ستكون واقعية ويمكن لها أن تتنفذ على الأرض؟ يعني أنا أعتقد يعني الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني يعني من فترة كان هنالك هدوء وعدم تدخل في الوضع السياسي، رغم كان أن هنالك حدة وكان هنالك توتر. فأعتقد يعني سكوتهم هذا نتج عن وجود رؤية لدى الحزب الديمقراطي والسيد مسعود بارزاني من أجل طرحها لحل هذه الأزمة. فإحنا إذا ما كانت هذه الفرصة هي
فتح حوار حقيقي، فأكيد سوف نرحب بهذه المبادرة، وكل مبادرة تسعى إلى فتح الحوار السياسي بين الفرقاء السياسيين. نعم. حيث ولكن نعتقد سيد رديني أنه لا حل للأزمة السياسية العراقية ما قصدت إلا من خلال الحوار. ما قصدت هنا مبادرة يعني مقتدى الصدر فيما يتعلق بعدم إشراك الأحزاب السياسية أو بعضها كما قال السيد زنجنة يعني في العملية الانتخابية المقبلة، وحتى تخليها عن مناصبها السياسية. يعني نحن نحترم ما ذهب به السيد الصدر في مبادرته، لكن يعني يجب موافقة الأحزاب السياسية على يعني طرح مثل هذه مبادرة. وأنت تعلم سيد الكريم أن النظام العراقي هو نظام برلماني، والنظام البرلماني هو مجموعة من الأحزاب تدير الدولة، وبالتالي يجب هذه الأحزاب يعني لديها مؤسسات ولديها مشاركة في الحكومة مثل حزب الديمقراطي، حزب الاتحاد الوطني، تحالف السيد الحلبوسي، الإطار التنسيقي، كذلك التيار الصدري، فهذا أيضا يحتاج إلى حوار. وإصلاح العملية السياسية لا يمكن أن تكون بجملة واحدة وينتهي الوضع، يجب أن يكون هنالك حوار حقيقي معمق يدرس الوضعية السياسية والأسباب اللي وصلت إلى هذا الانسداد السياسي وإلى هذا التأخر في الخدمات، وبالتالي وضع مشروع وطني. نعم. وينطلق هذا المشروع الوطني بمشاركة الجميع، بالرقابة من قبل المؤسسات الرسمية الرقابية على كل المؤسسات في الدولة، سواء ديوان الرقابة المالية، سواء الادعاء العام، سواء هيئة النزاهة. نعم. يجب أن تشترك الجميع في الرقابة على المشروع الحكومي القادم. نعم سيد رديني، هذه المبادرات يعني للإصلاح الحقيقي في العراق، هل يمكن أو كيف يمكن أن تنعكس على الشارع اليوم ويعني تصعيد في أكثر من يعني مكان وأمام مؤسسات الدولة؟ يعني الشارع العراقي منقسم صراحة، يعني هنالك يعني جمهور الإطار وجمهور التيار منقسمين، الكل يدعو إلى يعني جمهور الإطار يدعو إلى ما ذهب إليه الإطار، وجمهور التيار يدعو إلى ما ذهب إليه التيار، لكن هنالك أغلبية صامتة من الشعب العراقي تصل إلى نسبة 60 أو أكثر من 60%، فيجب استفتاء هذه يعني هذه الطبقة الواسعة اللي هي تكون أوسع، كذلك الأحزاب الكردية والأحزاب السنية التي لم تشترك في الانتخابات. إذن المسألة يعني الشيعية يجب أن يكون هنالك توافق، لأن الإطار والتيار هم لا يمثلون الرأي العام للعراقيين جميعا، وإنما يمثلون رأي مكون ولنقول المكون الأكبر. أما عندما نذهب بهذا الاتجاه يعني حل البرلمان مثلا أو الانتخابات المبكرة، يجب أن يشترك الجميع، يشترك السنة في هذا القرار. نعم. ويشترك الكرد في هذا القرار، ويشترك أيضا الشيعة في هذا القرار، لأن نحن شركاء في هذا الوطن، فعندما نتخذ قرار يجب أن يكون هذا القرار شامل لعامة العراقيين. التشارك والتراضي. كل شكر لك سيد عقيل رديني المتحدث باسم ائتلاف نصر من بغداد، والشكر كذلك لك أيضا سيد مجاشع محمد التميمي، ومن أربيل بالتأكيد الشكر موصول لك سيد محمد زنجنة الباحث السياسي.